معتمديه الدراسة 1444 وفقا لتحديد وزارة التعليم وموعد عودة الإداريين والمعلمين. حددت وزارة التربية والتعليم موعد العودة للدراسة في عام 1444 والجدول الزمني الذي تم تطويره لجميع المراحل حسب خطة الوزارة التي أعلنت عن الجدول الزمني الذي يشمل جميع المواعيد الهامة للعام الدراسي بما في ذلك الإجازات والامتحانات والتقويم تم إنشاؤه للتعرف على الطلاب وجميع أوقات العام الدراسي بالتزامن مع خطة التطوير التنموي لوزارة التربية والتعليم. ومن خلال هذا المقال سنشرح لكم هذا التقويم مع شرح عندما تبدأ الدراسة 144. تبدأ السنة الدراسية على النحو الذي حددته وزارة التربية والتعليم في 28 من أغسطس 2022 الموافق الأول من صفر 1444. كما أعلنت الوزارة عن التقويم الذي يتكون من ثلاثة فصول لتطوير العملية التعليمية بما يتماشى مع رؤيتها لعام 2030. كما تم تحديد موعد العودة للمعلمين والإداريين للعام الدراسي 1444. ولكن يختلف التاريخ بين الاثنين، على سبيل المثال المشرفين وشاغلي المناصب الإدارية التربوية والعودة لهم يوم الاثنين 24 من محرم في عام 1444 الموافق 22 من أغسطس 2022 سيستقبلون الطلاب ويقومون بإعداد المدارس. أما بالنسبة لعودة المعلمين لجميع المستويات الدراسية فسيكون مع عودة الطلاب بواحد من صفر والذي يصادف يوم 28 من أغسطس 2022. تفاصيل التقويم الأكاديمي 2023. أوضحت وزارة التربية والتعليم بعض تفاصيل التقويم للعام المقبل 1444 وإليكم أهم التفاصيل الواردة في التقويم وهي كالتالي. أولا، تبدأ السنة الدراسية في 28 من أغسطس ثم تصادف في الأول من شهر صفر. العام الدراسي يحتوي على ثلاثة فصول دراسية، كل فصل دراسي 13 أسبوعا. سيكون مفتوحا للجميع من المدارس إلى الجامعات. يبدأ الفصل الأول في أول شهر صفر وإجازته 30 من ربيع الثاني. تبدأ الولاية الثانية في 10 من جمادى الأولى وتنتهي في 10 من شعبان. يبدأ الفصل الأخير وهو الثالث في 20 من شعبان وينتهي في 4 من ذي الحجة. في العام الدراسي 5 إجازات ممتدة، يحصل الطالب على إجازتين منها في الفصل الأول واثنين في الفصل الثاني، وإجازة واحدة فقط في الفصل الثالث. يحصل الطلاب على عطلتين، اليوم الوطني في سبتمبر ويوم التأسيس في فبراير. متى ينتهي العام المقبل 1444؟ توفر وزارة التربية والتعليم جداول التقويم كل عام، ويمكن للطلاب التعرف على خطتهم الدراسية من خلال التقويم ومعرفة مواعيد الإجازات وكذلك الإجازات. أما نهاية العام المقبل 1444 فهو يوافق الرابع من شهر ذي الحجة الموافق 21 من حزيران 2023.